and families for long hours and in sometimes difficult conditions. أعلم كم بذلتم من مجهودات بعيدا عن البيت والأهل لساعات عديدة وتحت ظروف صعبة. هكذا استهل البابا الجديد بنديكت السادس عشر كلمته أمام الصحافة العالمية ليشكرها على التغطية الإعلامية التي قامت بها لإيصال حدث انتخابه إلى أكثر من مليار إنسان على وجه المعمورة. هذه مجلة أسبوعية للتلفزيون الإيطالي اللي بتشرح دوري كمرأة مسلمة بين الشرق والغرب. رولا جبريل أشهر صحفية عربية في إيطاليا، لديها ما تقوله عن الإعلام والفاتيكان. حاول يقرب كمان صورة الفاتيكان وصورة البابا نفسه كشخص عادي، شخص مريض، كان يسافر، كان يتكلم مع الشباب صغار بالسن، كان يتكلم معهم مش من إنه هو البابا، كان يتكلم معهم كأنه شخص عادي، وهذا الإشي اللي خلى الناس يحبوا بطريقة فظيعة جدا. لما مات ملايين الأشخاص كانوا يجوا هون على روما بس عشان يشوفوه ثلاث دقائق يعني. خبر وفاة البابا انتشر في العالم بسرعة فائقة عن طريق البريد الإلكتروني، ومراسم التعيين غطتها مختلف وسائل الإعلام، والتعامل مع الإعلام أصبح تقليدا لا يستغني عنه الفاتيكان. كان عنده علاقة وثيقة جدا بالإعلام. الإعلام بالنسبة له ما كان هو عدو، الإعلام بالعكس كان صديق، كان محالف الإعلام، كان يستخدم الإعلام ليبث أو يفرج الناس، يخلي الناس يروا اللي عم بيحدث بالبلاد. كان يروح مثلا يتحدث مع الفقراء بأمريكا اللاتينة، يتحدث مثلا مع الشباب هون بإيطاليا، تحدث عنهم معهم عن المافيا، عن العائلات، عن دور الدين اليوم بالمجتمعات. يقول أحد الصحفيين إنه عندما طلب من البابا يوحنا بولس الثاني مقابلة صحفية نظر إليه البابا مبتسما وقال: إن لم يكن الحدث إعلاميا فلن يكون أبدا.